هل هناك دليل أو أثر بالتخلص من الشعر والأظافر إذا قصت؟ هل تدفن أو ترمى في البحر؟ لا أعرف أنه ورد شيء في ذلك إلا ما نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا قص أظافره دفنها، لكن ليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رمي لا بأس بذلك، ولو دفنه لا بأس بذلك أيضا.